الكاثوليكون. فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول، بركته علينا آمين. يعقوب عبد الله وربنا يسوع المسيح، يهدي السلام إلى الاثنى عشر سبطا الذين في الشتات. كونوا في كل فرح يا إخوتي، إذا وقعتم في تجارب متنوعة، عالمين أن تجربة إيمانكم تنشئ صبرا، وأما الصبر فليكن فيه عمل تام، لكي تكونوا كاملين وأصحاء غير ناقصين في شيء. وإن كان أحدكم تعوزه حكمة، فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير، فسيعطى له. وليسأل بإيمان غير مرتاب، لأن المرتاب يشبه أمواج البحر التي يخبطها الريح ويردها، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. لأن الرجل ذا الرأيين هو متقلقل في جميع طرقه، وليفتخر الأخ المتواضع بارتفاعه، وأما الغني فباتضاعه، لأنه كزهر العشب يزول. لأن الشمس أشرقت مع الحر فيبست العشب وانتثر زهره وفسد جمال منظره، هكذا يزبل الغني أيضا في كل طرقه. طوبى للرجل الذي يصبر في التجربة، لأنه إذا صار مختارا ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونهم. لا يقل أحد إذا جرب: إن الله قد جربني، لأن الله لا يجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوة نفسه. ثم إن الشهوة إذا حبلت فإنها تلد خطية، وأما الخطية إذا كملت فإنها تلد الموت. لا تضل يا إخوتي وأحبائي، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة فهي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار، الذي ليس عنده تغيير ولا شبه ظل يزول. قد شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة خلائقه. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.